نادي الزمالك. شايف ازاي مباراة انبي بكرة؟ مباراة صعبة جدا، انبي بيعرف يواجه نادي الزمالك، بيقدر يحقق نتائج ايجابية مع نادي الزمالك. شايف ازاي فريرة يواجه انبي في مباراة الغد؟ زي ما وضحنا حاليا ان الزمالك بيجيد المباريات اللي بيعمل فيها على التحولات، فامام الفرق اللي بتلعب بدفاع متاخر بيحصل بعض الصعوبه، فالزمالك لازم يكون هادي في هذه المباراه، بتستثمر ثقتك في نفسك، بحاول اضغط بقوه اول ربع ساعه واستثمر منظومه الضغط العالي الناجحه في الفتره الاخيره ان امنع الفريق الثاني من بناء الكوره، وان انا بعمل ان انا اعمل ضغط عكسي قوي استرد الكره في اسرع وقت ممكن. الزمالك لازم يطور اكتر في منظومه التسديد، انا شايف ان يعني وجود سيف عايز يبقى عنده جرأه اكتر في التسديد، شفنا دونجا في المباراه الاخيره رغم عدم احرازه بس بقى فيه جرأه شويه في التسديد. رؤى ابتدى يتحسن مستواه كتير جدا، وطريقه صانع اللعب الخلفي او الريجيستا زي ما احنا بنوضح، فبقى فيه بعض التكامل للادوار. عايز دايما ان الزمالك كان كتير جدا بعد ما بيجيب الجون بيهدى رتمه في الملعب، لا انا لازم اغطي الجون بهدف تاني، انا ما بامنش سيناريو المباراه، فيجب ان اكتسب الشراسه في الملعب واكتسب شخصيه البطل وشخصيه الفريق اللي مش هيديك فرصه للتنفس، انا دايما على طول ضاغط عليك عامل عليك دايما لود، ما بخليكش تفكر تخرج بالكره ازاي، لا انا بفكر بخليك دايما تفكر انت تبقى رد فعل للهجوم الضاغط عليك ازاي. زي ما بنقول بعمل فولو كتير على حارس المرمى، الجزيري استثمر حاله الفوقان اللي عنده بشكل جيد جدا، الضربات الثابته اللي انت اشرت ليها احنا بقالنا كتير ما حرزناش منها بنفس الكم اللي كنا بنشتغل عليه الموسم اللي فات، اشتغل عليها بشكل اقوى، خصوصا زي ما بنقول ان انت بتتعامل مع فريق بيشتغل بمنظومه دفاعيه، فحل الضربات الثابته من اهم الحلول اللي بتواجه بيها الفرق دي. طيب شايف التشكيل الانسب اللي يواجه بيه امبي فريرا؟ هل انت مع الكلام اللي بيتقال ان الاساسيين يريحوا وبعض الناس؟ شايف انت الموضوع ده ازاي؟ انا برضو ما حبيتش الموضوع ده خالص، ولكن عايز اعرف رايك. انا سمعت المقدمه بتاعتك وكنت متفق معاها جدا، وان الثقه هي اللي بتجيب ثقه، وان لو اشركت البدلاء وحصل اهتزاز بالنتيجه بالعكس ده هيعمل حاله من البلبله، وزي ما انت وضحت ان في يعني زمن كافي للعيبه تعمل استشفاء، و يعني الكلام ده انا بقول زي ما انت قلت لو الفتره الزمنيه صغيره قوي، وبرضك بعمل ده بعد ما بطمن على النتيجه، يعني ممكن ابتدي اريح بعض اللاعبين، لكن ان انا اغامر في مباراه ممكن اخسر فيها ابناط واتحط في مشكله تاني استعاده الثقه، فانا مش مع ده تماما، بل بالعكس يجب زي ما بيقولوا ايه استثمار حاله الثقه وحاله القوه اللي عليها نادي الزمالك لعوده الثقه للجماهير واللاعبين والجهاز الفني بقوه وشراسه والدخول للمباراه القادمه بمعنويات مرتفعه. شايف ازاي حته ان فريرا ما يطلعش سيف الجزيري، ورغم ان في اوقات كتير جدا في مباراه الترجي حسينا ان سيف خلاص بدنيا لا مش هو، لكن فريرا صمم ان هو الراجل يكمل لاخر دقيقه، والراجل في اخر دقيقه او في اخر الدقائق بيقدر يحرز هدف ثالث. هي بتبقى من ايه؟ هي بتبقى رهانات، يعني في مدرب بيكون صبور شويه وبيثق في لاعبه بشكل كبير رغم ان المعطيات ما بتكونش بتنبأ كده، وفي مدرب تاني يقول لك لا المباراه لا تحتمل هذا، فهي رهانات، فدي ثقه كبيره جدا من مستر فيريرا واستغلها بشكل جيد جدا الجزيري، نرجو استمراره على هذا النهج، لان بردك انا حابب ان احنا نطور شويه في اسلوب لعب الجزيري، لان هو لعيب في مشاركته في منظومه اللعب دايما بيبقى عنده مشكله انه ممكن بيستلم الكوره بشكل جيد جدا بيحط راجل في دور بس بينزل بيها عده ياردات وعقبال ما يستلم ويلف، فبيحصل فيه بطء في منظومه الهجمه. يعني انا عشان كده يمكن بعض الاوقات بميل لناصر منسي لان هو لاعب بيجيد في منظومه اللعب وخلق فرص للتهديف والذكاء في التعامل بتسريع رتم اللعبه، فناصر من المهاجمين الذكيه الاذكياء اللي بتمنى بردك رويدا يكون ليه دور كبير جدا، خصوصا ان المهاجم ده اللي ينزل وبيستلم بين الخطوط ويبتدي يتحرك بيبتدي يعمل مشاكل كتير جدا للمنافسين، لكن احنا طبعا عارفين غيابه عن امبي واستثمار حاله الثقه اللي عند الجزيري نتمنى انه يستثمرها بشكل قوي جدا. بالحاج اتمنى مشاركته ولو بعض الوقت في هذه المباراه تاهيلا لمشاركته في شباب بلوزداد، طبعا كلنا فرحانين بمستوى محمد صبحي اللي بياخد الثقه يوم ورا الاخر، ولكن
مش عايز نغفل دور عواد، يعني انا شايف برضك بعض الناس اللي هو لا خلاص صبحي لا، عواد ساهم كتير جدا في بطوله الدوري الموسم اللي فات، وكان من اللعيبه اللي دايما كان ليه دور قوي مع الفريق، مش بس كحارس مرمى، انا دايما بشوفه صاحب شخصيه قتاليه، فمش حابب ان احنا مثلا عشان ندي القاء ضوء على محمد صبحي اللي فعلا الاثنين فرحانين بيه اكيد، بس دي حاجه مهمه. فاستمرار محمد صبحي انا معاه تماما بعد حاله الثقه، وكمان ميزه انه قدر يبدا هجمه واعده هجمتين. زي هجمه يعني منها ضربه جزاء في الجون التالي الثاني، والهدف الثالث اللي احرزه سيف الجزيري من تمريره مفتاحيه منه. دي التفاصيل الصغيره اللي ممكن تصنع الفارق، وممكن حاجه زي كده بتعمل لي نقطه تحول في مباريات. احنا شفنا محمد صلاح في ليفربول واستغلال مثل تلك اللقطات او معاكسون، فعشان كده لدرجه ان بعض الجماهير بقت تطلق على ده على محمد صبحي، فده شيء جيد جدا واستثماره بشكل قوي جيد جدا. طبعا خلاص احنا في استقرار على خط الظهر بالكامل، نتمنى زي ما قلت مشاركه الونش ولو لجزء من اللقاء، لكن اعتقد ان حسام عبد المجيد وعبد الغني هما الاقرب للمشاركه، احمد فتوح طبعا لا خلاف عليه، وعودته دايما بتمثل اطمئنان كبير نادي الزمالك. المسروس الناحيه الثانيه ما فيش مشكله فيه، رؤى ودونجا وامام سيف جعفر، في الناحيه اليمين زيزو ومصطفى شلبي، استمرار لحاله التالق، والجزيري طبعا كمهاجم صريح. شايف ماتش بلوزداد ازاي سريعا؟ ماتش الزمالك يقدر يتخطاه باذن الله ويكسب؟ يقدر يتخطاه، بس المباراه دي يجب ان تدار بذكاء اكثر ما تدار بس فقط بعقليه المحارب. دايما في المباريات الخارجيه اللي بيبقى فيها اجواء حماسيه انت محتاج تكون اكثر ذكاء مع الحميه والروح المطلوبه.